بسبب تصرف غير مسؤول بعد مباراة اليوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ميليتاو أول صفقات عودة زين الدين زيدان لريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، واللاعب يوقع ل2025. وكريستيانو رونالدو لاعب الأسبوع في دوري الأبطال بعد الهاتريك الأخير في مباراة أتلتيكو مدريد، واللي كان سبب في وصول نادي اليوفنتوس لدور الثمانية من نفس البطولة. يورجن كلوب يؤكد عودة تشامبرلين بعد انتهاء التوقف الدولي. تشامبرلين كان غائب للإصابة، لكن بعد التوقف الدولي لا يكون موجود الأسبوع القادم. بعديها هيعود من جديد تشامبرلين، واحد من الأسلحة القوية جدا في صفوف فريق ليفربول، علشان يشكل الثنائيات مع صلاح وفيرمينيو وساديو ماني. جريدة صن أنباء عن منع مانشستر سيتي من التعاقدات لفترتين، طبعا الفترة الصيفية القادمة وأيضا الفترة الشتوية القادمة. وهنا الكلام على مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد الأنباء عن استعداد مانشستر سيتي ب 150 مليون جنيه استرليني علشان يستعد بيها لموسم انتقالات صيفية قوي، لكن واضح ان الحلم مش هيتحقق. شالكة الألماني يعلن عن إقالة مدربه تيديسكو. كلنا شفنا طبعا شالكة بعد ما خرج أمام مانشستر سيتي، وأيضا وجهة المدرب القادمة هي الدوري التركي. بعد 31 يوم فقط بول سكولز يعلن استقالته من تدريب أولدهام، بسبب زي ما احنا سمعنا وشفنا في الفقرة الأولى فقرة الصحافة أن بول سكولز بيقول أن تم تضليله، وأيضا كان في بعض التدخلات من قبل الإدارة، الأمر اللي بول سكولز رفضه أنه يكون موجود، وبالتالي استقال بعد 31 يوم فقط من تدريبه لفريق أولدهام. هندرسون يغيب عن ليفربول أمام فولهام بسبب الإصابة. هندرسون خرج مصاب في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة طبعا من دوري الأبطال بعد تقريبا ربع ساعة من عمر المباراة، لكن هندرسون إن شاء الله مش هيغيب فترة طويلة، لكنه هيكون موجود بعد مباراة فولهام. يورجن كلوب بعد القرعة الأوروبية وأول تصريح للمدرب الألماني على بورتو، قال علينا احترام بورتو بنسبة 100%. وإسكو خارج قائمة أسبانيا أمام النرويج ومالطا، ده طبعا أمر طبيعي جدا في تصفيات أمم أوروبا بعد ما تم استبعاد اللاعب من قبل المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد سانتياغو سولاري، طبيعي جدا أن يتم استبعاده من القائمة الدولية. ريال مدريد يخطط لبيع جيمس رودريغيز في الصيف بعد ما اللاعب أدى بمستويات هزيلة من وجهة نظر الفريق الأسباني، وأيضا بعد ما تولى القيادة الفنية زين الدين زيدان، واللي رفض أن اللاعب يكون موجود في الموسم القادم وفضل التعاقد مع هازارد وبيع اللاعب للاستفادة المادية. بعد غياب 9 أشهر رونالدو يعود لقائمة البرتغال مجددا في تصفيات الأمم الأوروبية علشان يواجهوا المنتخب الأوكراني والمنتخب الصربي في تصفيات أوروبا. زين الدين زيدان، أتمنى تدريب إمبابي ولم أطلب التعاقد معه، طبعا بعد التصريحات اللي أثيرت أخيرا من قبل فرونتينو بيريز لما تم توجيه السؤال ليه تحب تتعاقد مع نيمار ولا إمبابي، قال الاثنين معا، وبالتالي ده تصريح طبعا من مدير فني كبير جدا في حق لاعب يحمل نفس الجنسية للمدير الفني وهي الجنسية الفرنسية. برشلونة سعداء بقرعة دوري الأبطال وذاهبون لإنجلترا للفوز، وطبعا كلنا طبعا اللقاء ده خاص جدا بالنسبة لبيكيه، علشان بالنسبة لبيكيه هو النادي السابق والنادي المفضل بعد برشلونة وهو مانشستر يونايتد، واللي أكيد بيحمل ذكريات يعني بعض الشيء أليمة بالنسبة لبيكيه الفترة اللي ما تألقش فيها واللي عاد بعديها لنادي برشلونة عشان يتألق ويكون واحد من نجوم الفريق الكتالوني. زيدان يحسم مصير إسكو وبيل مع ريال مدريد الأيام القادمة، يا ترى هنشوف جارث بيل وإسكو خارج سانتياغو برنابيو
ولا زين الدين زيدان قادر بشخصيته القويه بالنجوميه الطاغيه عليه انه يقنع اللاعبين بالبقاء وايضا في التالق والاعتماد عليهم في الفترات المقبله والموسم القادم. خوليو سيزار يرشح ليفربول للفوز بدوري ابطال اوروبا. خوليو سيزار هو سفير دوري الابطال وحارس مرمى البرازيل وحارس مرمى انتر ميلان في السنه اللي فاز بيها انتر ميلان بالثلاثيه في 2010 2011 مع جوزيه مورينيو، وكان واحد من نجوم نادي انتر الموسم اللي فازوا فيه بدوري الابطال. والانديه الانجليزيه تزيح لا ليغا عن عرش البطولات الاوروبيه. طبعا بنتكلم على اقصاءات كثيره جدا من الانديه الانجليزيه لانديه لا ليغا، واول مره نشوف اربع انديه انجليزيه موجودين في دوري الابطال في دور الثمانيه من 10 سنوات. رئيس رابطه الليغا: اقتراحات يويفا لدوري الابطال كارثيه. هنشوف دوري الابطال هيتم التعديل فيه ولا لا، وهل ايضا هيتم اعتماد بعض القرارات اللي هياخدها الكونجرس الخاص بالفيفا، ولا هنكلم حضراتكم عليها سريعا بعد ما نخلص الاخبار. كونجرس فيفا بين التطوير وتحديات التطبيق على ارض الواقع. نادال يبلغ ربع النهائي في دوره انديان ويلز الامريكيه، وتحديد موعد مواجهات دور ال 16 لبطوله اوروبا للانديه لكره اليد. وفورمولا 1 تعتمد نقطه اضافيه لصاحب اسرع لف. خبر خاص طبعا عن اللعيبه المحترفين المصريين في الخارج، او اخبارنا المعتاده انني في القاهره اليوم للانضمام لمعسكر منتخب مصر. صلاح في اجازه خلال التوقف الدولي بعد استبعاده من قائمه الفراعنه. وعمرو ورده يعتذر لجماهير ايك اثينا، واتروميتوس ينهي عقوبته. وتشيزني: محمد صلاح لاعب رائع وتألقه مع ليفربول مبهر. وسام مورسي: التطلع للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وأخيرا الهزيمة السابعة لفريق علي غزال بمشاركته أمام فريق بورتو. لسه مكملين مع حضراتكم، وكنت بتكلم على خبر خاص بالكونجرس.